خلينا بقى نروح بقى للناس اللي تستحق ان احنا نتكلم عنها، الناس اللي بتحب النادي الاهلي بجد واحنا بنحبهم وبنقول لهم ربنا معاكم ان شاء الله، نصر ربنا قريب جدا. شعب غزه العظيم، مشهد اكتر من رائع وفيديو مؤثر للطفل الفلسطيني علي اسماعيل اللي اصيب باصابات خطيره رغم كل هذه الصعوبات اللي هو فيها، ومنيته هي زياره النادي الاهلي وانه يرتدي قميص النادي الاهلي ويلتقي حارس مرمى النادي الاهلي كابتن محمد الشناوي. وعلى الفور اعلن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، قال رساله ابننا الفلسطيني علي وصلت ومحل اهتمام كبير من مجلس اداره النادي الاهلي. قفلنا الموضوع شكرا. طالما الدكتور سعد شلبي قال هذه الكلمات يبقى ننتظر، لانه بجد احنا قلوبنا معاكم وحبكم للاهلي ده فوق راسنا، احنا كمان بنحبكم جدا جدا جدا، ان شاء الله نحقق حلمك وتعمل كل اللي انت عايزه من خلال كلمه الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي لنادي الاهلي، انه خلاص هناك اهتمام كبير من مجلس اداره النادي الاهلي لما هو قادم في هذا الامر.